أهلا بكم من جديد. شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة انطلاق الحوار الوطني 11 للطموح الذي تنظمه الوزارة في فندق ريتز كارلتون أبو ظبي تحت شعار مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل بالتعاون مع الإمارات لتعليم القيادة. وشهد الحدث تعهد 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية. وخلال كلمتها في الحوار قالت معالي المهيري: يمثل تعهد دفعة جديدة من الشركات بخفض انبعاثاتها خطوة مهمة لإبراز جدية القطاع والدولة على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق الحياد المناخي، وذلك خلال عام الاستدامة وقبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف كوب 28 بنهاية العام الجاري. وخلال الحوار الوطني للطموح المناخي تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإمارات لتعليم القيادة وكربون صفر بهدف تعزيز قطاع نقل صديق للبيئة إلى جانب دعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارات. طبعا نحن مجتمعين اليوم للمشاركة في النسخة 11 من الحوار الوطني للطموح المناخي، واللي نركز فيه على تطوير قطاع النقل المستدام في الدولة. قطاع النقل بشكل عام يلعب دور كبير في خفض الانبعاثات في الدولة، وهالشيء يوائم مع التزامنا بخفض الانبعاثات 40% بحلول العام 2030، مثل ما أعلننا مؤخرا في النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا في الدولة. طبعا نحن مركزين على تطوير قطاع النقل لأن هالشيء وائم مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. في هذه النسخة من الحوار الوطني تم توقيع 15 شركة من مختلف القطاعات، تحديدا القطاع الخاص، على تعهد والتزام بتحقيقهم الحياد المناخي بحلول العام 2050. وبهاي الطريقة وصل عدد الشركات اللي تعهدت في دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول هذا العام إلى أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات في الدولة.